يا الله يا سلام عليكم، السلام ورحمة الله. حياكم الله شيخ أحمد الغروي. حبيبي الله يحفظكم ويشوفكم جناب الشيخ. حياك الله يا شيخ، أحببت أخذ من وقت جنابكم نصف دقيقة. أنا في خدمتكم. حياك الله يا شيخ. يا شيخ أحمد، أريد حديث صحيح من كتاب الكافي. يعني في أي مجال؟ فيما تريد، يعني هل كتاب الكافي كله صحيح يا شيخ؟ لأن النائي قال، شيخ الخوئي قال، يعني حرفة العاجز البحث في أسانيد الكافي، فهل كله صحيح ولا يوجد صحيح وضعيف؟ لا طبعا يوجد ضعيف وصحيح وأكو متفق عليه وأكو مختلف عليه. طيب اذكر لي حديث صحيح يا شيخ من؟ يعني في أي مجال؟ في مجال العقيدة مثلا. يعني شنو؟ في باب العقيدة شيخ، يعني في باب الأمور. الكافي ينقسم إلى أصول وفروع وروضة. الأصول دي في الأصول يعني أصول المذهب، أصول عقائدية، والفروع في المسائل الفقهية، والروضة في المسائل الأخلاقية. تفضل شيخ كل أي حديث في كما تريد. أغلق الخط، اهرب المعمم معي. والله هو اللي أغلق، يعني اهرب المعمم أحمد الغرو. اللهم اهدي عوام الشيعة من أيدي هؤلاء، اللهم اهدي عوام الشيعة. قلت له اختار أنت، بس كل ما تكلمهم في كتاب الكافي يقولون لك ليس الكافي كله صحيح، لازم يشرط شرط. يا رب اهدي عوام الشيعة من أيدي هؤلاء. يا عوام الشيعة هم يعلمون أنهم على باطل، لا يعلمون شيء ولا يعلمون أحاديث. كتاب الكافي اللي هو أعظم كتاب عندكم مش حافظ منه حديث واحد صحيح. ما تتفق أيها الشيعة من أيدي هؤلاء الذين يدعونك إلى نار جهنم، لا يدعونك إلى اتباع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كان معكم المعمم الهارب أحمد الغراوي.